جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا عندما أصوم يخرج دم قليل من أنفي أو حلقي، هل يفطر أو لا؟ هذا لا يفطر. إذا خرج من الإنسان دم قليل أو كثير بغير اختياره من جراحة أصابته أو رعاف أو نزيف، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره. نعم.